كان الوليد بن المغيرة المخزومي من ألد خصوم الإسلام ورسوله، لكن ابنه صحابي جليل أعز الإسلام والمسلمين، فلقب بسيف الله المسلول. لخالد بن الوليد وأبيه قصة بليغة المعاني عن غلبة عميق الإيمان على عصبية القرابة والدم. إليكم أطوارها. كان الوليد من وجهاء قريش وأكثرهم مالا وأرفعهم مكانة، استنكر نزول الوحي على الرسول الكريم، وفي العرب سادة أحق منه هو أحدهم، فأنزل الله الآية: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لكن آيات سورة المدثر فيه أعظم وقعا في النفس وأبلغ. سمع ابن المغيرة رسول الله يتلو آيات من القرآن الكريم، فأخذ بما سمع وأثنى عليه، حتى خشيت قريش أن يتبعه الناس إذا آمن بدين محمد صلى الله عليه وسلم. لكنه فكر وقدر وأمعن النظر، ونفى عن النبي الجنون والكذب، وخلص لاتهامه حاشاه بالسحر. نزلت في الحادثة آيات توعده فيها الله بشديد العقاب: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. مات الوليد بن المغيرة مشركا، ودخل ولده خالد الإسلام بعده. وتساءل بعض قريش ممن عرفه قبل إسلامه: أيهجر بعض القرآن أم يتعبد بآيات تذم أباه؟ يقال قدم ابن الوليد حفظ ما نزل في أبيه على غيره من الآيات، وأصر في طلبه من حامل القرآن سالم مولى حذيفة الذي رأف لحاله، رجع الآيات متجلدا حتى خلا صدره من أثر الجاهلية. فكان صدق إيمان خالد أعظم من عصبية الدم التي عرف بها العرب.